السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير واحوالكم طيبه. شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني انني نعطيكم دائما الجديد، داكشي اللي كنجربوا سواء وصفات طبيعيه او وصفات تجميليه او لي فلوغ، يعني الحياه ديالي كيفاش كنشاركها معكم. فشكرا لكم بزاف بزاف. فقررت انني كل فيديو غادي نعطيكم، يعني مره غادي ندير لكم فيديو على الطبخ، مره غادي نعطيكم وصفات تجميل، يعني داكشي اللي كنجرب. فالبنات انا ماشي خبيره تجميل يعني ولا دكتوره، انا كنعطيكم الحاجه اللي كنجرب وكتنجح معايا، ويعني الوصفات سواء على البشره ديالي او على الشعر ديالي كنبغي نشاركهم معكم. فالوصفه ديال اليوم غزاله البنات، غادي ترحموني عليها، شادي نقول لكم فيها كلشي. فكما قلت لكم البنات، هذه الوصفه هذه فيها بزاف ديال المزايا، كتسد المسام اللي تيكون عندنا واسعه، كتوحد اللون ديال البشره، كتبيض لينا، كتعطينا واحد النظره، والاهم هادشي كامل انها كتساعد ان الوجه يتشد وانه تحيد. المهم بلا ما نطول عليكم البنات، هذه الوصفه هذه كما قلت لكم غادي تلقاو المكونات ديالها عندكم في الكوزينه ديالكم. راه دائما الشعر ديالي البنات تنقول لكم ماشي ضروري انكم تشريو لك كريم ولا ديروا شي حاجه اللي غاليه، راه كلشي عندكم في الكوزينه ديالكم باش تهلاو. المهم كما قلت لكم البنات، هذه الوصفه هذه راه فيها بزاف ديال المزايا. بلا ما نطول عليكم نمشيو باش نتعرفوا على المكونات ديالها والطريقه في نفس الوقت. انا صايبتها البارح لانها خاصها تبات في الكونجيلاتور باش تفهموا اكثر، تبعوا لا فيديو حتى الاخر. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه البنات، راه كما قلت لكم غادي تلقاوها غير في الكوزينه ديالكم، يعني حتى شي حاجه ما غادي تشريوها، سهله والنتيجه ديالها غادي ترحموني يعني لانها بصح زوينه. عندي واحد نص ربطه ديال المعدنوس اللي غسلته مزيان مزيان وخليته كيتسقطر، وعندي خياره غادي نستعمل غير نص ديالها، وغادي نزيد عليهم دانون مسوس او ياغورت طبيعي، وغادي ندير واحد القطرات ديال الماء معدني باش يتطح ليا، لاني الا درت غير النواشف ما غاديش يبغي يتطح ليا في مولينكس. غادي ندير واحد شويه ديال الماء معدني، علاش؟ لان الماء العادي فيه الكالكير، وبالتالي الكالكير غادي يؤدي لنا البشره ديالنا، فاي وصفه فيها الماء من الاحسن انني نديرو الماء معدني. غادي ناخذ مولينكس، غادي نقطعوا هذيك نص خياره بالقشور ديالها، لان حتى القشور فيهم فوائد بزاف ديال الفوائد بالنسبه للبشره ديالنا. كما قلت لكم المعدنوس كيصفي الوجه، كيبيض الخيار، كيعطي النضاره، كيوحد اللون ديال البشره، الياغورت الطبيعي كيرطب لينا البشره ديالنا. يعني انا غادي نعطيكم لاباس ديال هذه الوصفه، يمكن لكم تزيدوا لها بزاف ديال الاضافات على حسب النوع ديال البشره ديالكم، يمكن لكم تزيدوا فيتامين او، يمكن لكم تزيدوا زيوت، زيت اركان، زيتون، زيت الخروع، يعني على حسب نتوما ولابو ديالكم والاحتياجات ديال البشره ديالكم. غادي نطحن كلشي، غادي نزيد واحد جوج معالق ديال دانون مسوس، اولا يمكن لكم تعوضوها بالحليب الا ما عندكمش دانون طبيعي، غير الحليب ما غاديش يبقى مده طويله في الفريغو لانكم كتعرفوا الحليب كيخسر. وهاد الوصفه تقريبا كدير لنا واحد سيمانه ولا 15 يوم على حسب المول اللي غادي ديروا فيه. من بعد طحنت كلشي وزدت عليه واحد شويه تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء غير باش يتطحن ليا. صافي غادي نطحنهم مزيان حتى غادي يولي لي سائل. يمكن لكم البنات تزيدوا واحد شويه ديال الرز مطحون، يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الحمص، يمكن لكم تزيدوا واحد المعلقه ديال العسل، يمكن لكم يعني اي حاجه ديروها فيه باش كتغنيو وكتزيدوا الوصفه كتغنيوها وكتردوها، يعني على حسب البشره ديالكم شنو خاصها. صافي غادي ناخذ هذوك لي مول ديال السيليكون، يمكن لكم ديروا المول ديال المكعبات ديال الثلج، ديروها فين ما بغيتوا، ولا يمكن لكم ديروا ما عندكمش هذه، يمكن لكم ديروها غير في شي مثلا في شي مول هكا عادي، وعاد تقطعوها غير هادو كيجيو فردين كيجيو زوينين. غادي نخويهم كاملين في هذا المول ديال السيليكون، ومن بعد غادي ندخلهم للفريغو اولا الكونجيلاتور يباتوا ليله كامله. غادي ندير عليهم واحد البلاستيكه ونخليهم في الكونجيلاتور تيشدوا راسهم مزيان، من الاحسن خليهم ليله كامله، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تبقاو تستعملوهم. البنات سيروا ديروا غير البحث في جوجل وشوفوا يعني المكعبات او الثلج والفائده ديالو بالنسبه للبشره، وغادي تلقاو عنده واحد الفوائد لا تعد ولا تحصى. صافي من بعد منين خليتو ليله كامله في الفريغو، انا راني درت له بلاستيكه نسيت ما صورتهاش ليكم، غادي ناخذ واحد البواطه تكون كتسد مزيان اللي غسلتها مزيان، وغادي نحيدهم ونخليهم في داك البواطه. اون فوا غادي نبغي نديرهم على وجهي غادي يجوني ساهلين، غادي ناخذ غير وحده وغادي ندوزها على وجهي. يمكن لي نديرها انا هذه كامله في وجهي، يعني مره وحده نستعملها مره وحده، يمكن لي نستعملها جوج حتى ثلاثه ديال المرات، يعني كل سيركل غادي نستعملوه اكثر من مره لانه كبير، وانتم داك الساعه على حسب المول اللي استعملتو. صافي غادي ندخلها الكونجيلاتور، ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوها.
كما شفتوا البنات المكونات ديال هذه الوصفه راه سهله والطريقه راه سهله بزاف بزاف. كناخذ يوميا بعد ما كنغسل لكم البنات غسلوا وجهكم مزيان باي صابونه عندكم. انا كنستعمل هذا ديال فيشي حتى هو غزال. يمكنكم ديروا صابونه ديال دوف ديال الطاوس، غير المهم انكم تغسلوا وجهكم باش البشره ديالكم تستنفع بهذاك يعني الوصفه اللي غادي ديروا فوق دي. من بعد كتجيبوا هذوك لي سيرك اللي صايبنا، هذه انا راه كندير منها جوج ديال المرات صافي، وغتبقاو ديروا فحال هكا. ركزوا لي البنات على هاد الغليظ هادو اللي تيكونوا مثلا التجاعيد صغيره صافي، كنبقاو نديروا بحال هكا بحركه دائريه، كنخليوها واحد ثلث ساعه ومن بعد كنغسلوها وكنرش شويه اما ماورد بحال هكا، يا اما ماورد كترشي هكا الوجه ديالك، يا اما شي تونر ولا شي حاجه. انا كنجربها ولقيت عليها الراحه، جربوها اكيد غادي تعجبك. ما تنساوش البنات دائما انني كنبغيكم والدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم هي اللي كتخلي لي انني نوض ندير فيديو ونبارطاجي معكم الحياه ديالي، يعني اي حاجه كنديرها كنبارطاجيها معكم. ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم.